أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مع اقتراب موعد الانتخابات تتبنى كتل سياسية مشاريع وقوانين تسهم في انقسام النواب، وتكون تلك القوانين مثار جدل ومساومات ذات طابع انتخابي، لا للشعب فيها ناقة ولا جمل. ما هي مصلحة الكتل التي تريد تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ وما هي الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن تناسينا معاناة الشعب ونقص الخدمات الصحية والمعاشية؟ لماذا تفرض الأحزاب أجنداتها الدينية والقومية على بلد متعدد الاتجاهات؟ وهل في القانون فقرات فعلا تفيد المرأة وتنتشلها من واقعها المرير؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفي، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كأدب البرنامج. لا يزال تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طرح في البرلمان العراقي يواجه رفضا وانتقادا واسع النطاق من قبل العديد من الجمعيات والنقابات والشخصيات السياسية التي ترى في هذا القانون لعبة سياسية أثيرت مع اقتراب الانتخابات النيابية لتشتيت انتباه المواطنين عن الأزمات الأخرى. هذا قانون مجحد بحق المرأة، وهذا قانون في هذه الفترة، في فترة كل بداية انتخابات، تثار مجمل من القوانين من أجل تلهية الشعب لا أكثر ولا أقل، للإخفاء عن ما هو خلف هذه الكواليس، والأساسية هو تشريع قانون الانتخابات، تعديل قانون الأحزاب، كلها تترك من أجل أن الشعب يثير وإعلاميا صدى من كل جميع الجهات على نقطة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. الآن داخل مجلس النواب، وأعتقد كان هناك كتل راح اتفاقات بين أعضاء مجلس النواب، وخاصة التحالف المدني كان معنا والأقليات وبعض الكتل الأخرى، راح ينسحب هذه القانون، وإن شاء الله لا تمر هذه القانون، ونتمنى لا يمر هذه القانون. ويرى آخرون أن على مجلس النواب تشريع قوانين أهم تخدم المواطن بدلا من قانون الأحوال الشخصية المجحف بحق المرأة وحقوقها. ينبغي على البرلمان العراقي تشريع قوانين مهمة حساسة تمس مستقبل ومصير العراقيين، مركونة في أدراج مجلس النواب العراقي منذ سنين. ينبغي على البرلمان وضع المصلحة الوطنية العراقية العليا فوق كل اعتبارات، جيوش من العوانس وجيوش من الثكالة وجيوش من الأرامل ينبغي دراستها بإتقان وإمعان من قبل مستشارين بشؤون الأسرة والمجتمع، وكذلك بشؤون الإدارة الحقيقية للمرأة العراقية. هذا ونفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية إلغاء تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإنما أثير من أخبار حول إلغاء هذا القانون هو محاولة لتهدئة الرأي العام. من بغداد غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بكل من النائب عامر الخزاعي عن دولة القانون، والدكتورة ناهدة الدايني عن اتحاد القوى، والنائب جوزيف صليوة عن كتلة الوركاء. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد عامر، شنو هذا الجدل هذا اليوم نسمعه حول قانون الأحوال الشخصية؟ يعني أريد نتحدث بكل صراحة، يعني شنو مساوئ هذا القانون وأيضا إيجابيات هذا القانون، وليش هذا اليوم البرلمان منشغل بهيش قوانين؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللأخت الضيفة وللأستاذ جوزيف وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة إذا أنتم مقدمتكم هاي المقدمة والتقرير نفسه هو يكفي يحول انطباع في ذهن الإنسان المتلقي انطباع سلبية. وأنا يبدو لي مو فقط في هذه القناة، في كثير من القنوات هكذا سمعت طبعا خلال هذه الفترة من الضجة والجدل، لإنسان يبدو ما يقرأ القانون ولا يقرأ التعديل ولا يهم التعديل. خليني أتداخل وياك. والمسألة فقط سماع وضج وضجيج. خليني أتداخل وياك في هاي النقطة. نحن سيد عامر الخزاعي يعني من اخترنا شخص من دولة القانون وبالتحديد من التحالف الوطني، أريد نفهم شنو إيجابيات هذا القانون. من سلطنا الضوء على هيك موضوع أكيد أريد نعرف الإيجابيات من هذا القانون. أكيد أكيد. تفضل أستاذ. أنا حتى هاي أوضحها، لا بصراحة هذا الإعلام بهذه الطريقة، ما أدري كل له طريقته، ولكن بهذه الطريقة بالنتيجة الانطباع يطلع غير شكل، يطلع سلبي. يعني أنا أسمع، أنا أسمع أحسنتي. شكراً. متوضح أنت. أي أنا حتى أسمع النواب، أسمع نائبة أو أسمع متحدث، وأسمعت نائب سابق كيف تكلم، هؤلاء لم يقرؤوا القانون. أولا هو ليس قانون.
واحد هو تعديل. هذا التعديل ينطلق من أساس دستوري. الدستور يقول ليس هناك تشريعات أو لا يجوز تشريع ما يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية. ومن ثوابت الشريعة الإسلامية الزواج والطلاق والأحوال الشخصية، هذه تعتبر ثوابت، مو بس الشريعة الإسلامية بالمناسبة، هي ثوابت للشرائع الأخرى المختلفة للأديان المختلفة. الآن الصابئة من يزوجون يروحون يمين الميل وما يروحون يمين الميل، يتعمدون بالمال ولا هذه طقوس وخاصة بهم ولا. لكن قبل ما ناقشك بهذا الموضوع بس أريد أعرف نقطة مهمة، هذا القانون إجاكم من مجلس النواب، من مجلس الوزراء المجلس النواب حتى تناقشوه؟ لو أنتم اقترحتوا هذا القانون هو تعديل، هو عبارة عن من مجلس أعرف التعديل من إجا جاء من مجلس الوزراء مجلس النواب. أكو ثلاثة أربع قوانين اسمحي لي. لا بس هاي حتى هو نفسه الأحوال الشخصية هذا إجا من مجلس الوزراء أربع نسخ، واحدة منها من مجلس الوزراء جاية وصارها سنين باقية، واحدة منها مكتوبة من 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 ناس من علماء دين، علماء دين طرحين رأي ولحد الآن باقية فيها 400 فقرة، وواحدة منها هذا اللي هو مقترح تعديل، مقترح تعديل قانون تمت قراءته هذا هذا المقترح شو يقول؟ من مجلس النواب بس أغير داخل مجلس النواب من مجلس النواب هذا المقترح أصلا يتكلم يقول يا با احنا أولا هو اختياري للإنسان في طلاقه في زواجه في كذا اختيار، لكن إذا إنسان يريد على الطريقة المذهبية الفلانية على طريقته، لأن هاي قلنا طقوس دينية أو اعتقادات دينية، إذا يريد على طريقته فعد الأوقاف دوار الأوقاف، القاضي فقط نفس اللي هو نفس القاضي صادق يكتب كتاب رسمي يقول يابا تفضلوا انتم على طريقه، يكتب للوقف الشيعي حتى يقولوا له يابا هذا بالراي فلان لكن انتم مشروع القانون اللي اقترحتوه يعني خلينا نتحدث بكل صراحه، يعني انتم تجبرون بهذا القانون يعني تكون الصبغه اسلاميه؟ لا، وهذا القانون هسه الناس عليه من تتزوج على يا طريقه، بس مو احنا مو بلد يعني اسلامي 100%. لا الناس ما الان يعني الان الناس ما تتزوج في الطريقه الاسلاميه يعني الزواج الزواج والطلاق الان الزواج والطلاق هل تستطيع المراه؟ نعم القانون القديم ما بمشكله، شنو مشكله القانون القديم؟ هم وفق المذاهب. لا انت اليوم راح تجيب تكرسه وفق المذهب الاسلامي. لا اسمح لا هو شوفي اكو نصوص القانون نفسه في الزمن الملكي ما بي اي اختلاف، اجى عام 1959 صارت بي مشكله بالحقوق بالارث، أطلقها عبد الكريم قاسم في ذلك الوقت في الإرث، في عملية مساواة المرأة مع الرجل في الإرث، فيما هناك نص قرآني ظهوره لا يدل على المساواة، ظهوره للرجل مثل حق للذكر عفوا مثل حق الأنثيين. هذا وين موجود؟ هذا صار في قانون 59، نادت العلماء، صحت العلماء، كانت فيها موجة الحادية في ذلك الوقت، كانت موجة في 59 إلى 63 صارت موجة، نادت العلماء، لهسه اكو رسائل موجوده للعلماء الى عبد السلام عارف بعد عبد الكريم يابا، انت وحده من ايجابياتك اذا سويها قانون الاحوال الشخصيه هذه الفقره اللي بيه تلغيها، ما بقى. اجت الحقبه البعثيه وزاد الطين بله، اعطى حق التفريق للقاضي. هذه المشكله ذني الفقرتين خلي ارجع ماكو شيء اخر، راح ارجع اسمع راي السيده ناهده الداني وارجع اكيد للسيد جوزيف ونرجع نكمل، لازم يعني تنطي ايضاح تام للمواطن، يعني اليوم اصبح يعني بصراحه الكل من يسمع قانون الاحوال الشخصيه اللي انطرح بمجلس النواب كل النساء هذا اليوم عندها امتعاض، يعني معقوله المراه يعني بسنه 2017 ترجع لي ورا؟ يعني ما معقول المفروض ان تشرع قوانين تخدم المراه العراقيه. تفضل سيده ناتي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيوفك ولمشاهدي قناه الرشيد. اولا انا اقول ان هذا التعديل، تعديل مقترح هذا القانون لم ياتي في وقته، الوضع العراقي واغلب القوانين والقرارات في العراق لم تطبق بحذافيرها، لذلك اولا هذا سوف يكون عليه جدل كبير. لا بس انت تقولي ما جاب وقته، يعني انت مقتنعه به؟ لا بالعكس ما مقتنعه به. نعم تفضلي. فيما يخص موضوع هذا القانون اولا اني يعني اتمنى انه اسال سؤال، هل هو هذا القانون تمت في حاله انه تعديل هل كانت موافقه للكتل السياسيه؟ احنا تعودنا في مجلس النواب اغلب الكتل السياسيه. هذا القانون اليوم احدث لنا ضجه كبيره على مستوى الشارع،
اليوم كان من المفروض النظر إلى حالات قانون الأحوال الشخصية الموجود الآن، أن نأخذ من تجارب الدول وأنضيف لها حتى نحد من حالات الطلاق الموجودة والتي هي بالآلاف المحافظات، إضافة إلى هذا كثرة الأرامل وكذا. اليوم تطبيق القانون ليس وتعديل القانون ليس بشيء الهين. سيدة نهدى، يعني حتى نتحدث بكل صياح، شنو اعتراضاتكم على هذا القانون؟ خلي المواطن يعرف. هسه هو تحدث لك يقول ليش بي إيجابيات هذا القانون، ليش نتحدث بس بحد سلبيات وانتقد كل وسائل الإعلام اللي تتحدث بالسلبية عن هذا التعديل؟ يعني أولاً شنو انتقادكم وسلبياتكم على هذا أولاً التعديل؟ أولا فيما يخص موضوع الأرث. نعم. اثنين فيما يخص موضوع الزواج وسن الزواج. نعم. ما حدد سن محددة للزواج، بل العكس، يعني مثلا حدد نسبة البلوغ. نعم. لكن ما حدد نسبة معينة، قد تكون هذه حالات، هذه بالعكس. يعني ثانيا عدم أخذ رأي الزوجة فيما يخص يعني تعدد الزوجات، هل هي موجودة؟ بعدين الطلاق راح يكون على أي مذهب، والزواج راح يكون على أي مذهب؟ هل على المذهب السنة عندهم أكثر من مذهب؟ كلهم على مذهبه. السنة عندهم أكثر من مذهب، والشيعة عندهم أكثر من مذهب. لا، هذا راح يصير يعني تداخل في الأمور. يعني قد تكون الزوجة قد تكون الزوجة من مذهب والزوج من مذهب آخر. شيء يتفقون على المذهب. وإذا ما اتفق. لا، وإذا ما اتفق مشكلة. فيما يخص موضوع العرض، فيما يخص موضوع حضانات الأطفال، هذا المفروض يعني حقيقة قانون. هو ما بيكره، ما بيلزام. القانون ما تطبيق المحاكم يختلف. نعم. وتطبيق المحاكم بالقانون يختلف. وبعدين لحد الآن احنا تكلمنا قبل شوية، اليوم هل القانون العراقي والقوانين والقرارات مطبقة بالكامل؟ حتى اليوم لجنة، هذا قانون حساس، هذا بنية مجتمع عراقي. اليوم انت تريد تبني مجتمع عراقي، نعيد اليوم بعد انتهاء داعش نعيد مجتمع عراقي. اليوم هذه القوانين التي تثير الجدل وما بها نهايات محددة، اي انه الانسان مخير، تريد تروح تتزوج على المذهب الشافعي، على الحنفي. خلي نشوف. نشوف السيد النائب، سيد جوزيف، يعني ليش بهذا الوقت انطرح هذا القانون؟ واريد موقفكم انتم بالتحديد، يعني شنو موقفكم من هذا القانون؟ مساء الخير عليكم جميعا. انا يعني اول شيء اطلب من جماعه، يعني من جنابكم الكريم، ان لا تزجوني انا شخصيا في جوانب التشريعيه والدينيه والى اخره. نعم. لأنه أنا رجل مدني ومو رجل دين، يعني أنا رجل سياسة، رجل دولة يعني. لكن أنت نائب أنت نائب وأنت لك صوت، وهاليوم هذا لا لا سألني جايش نعم. هذا يهم كل العراقيين. أنا جايش بالطريق بس أنا هاي مقدمة، لأنه أنا ما أريد أخوض جانب الدين الشرعي واللاهوتي وإلى آخره. أما أنا بدي أقول أنا رجل دولة، اللي يهمني الجوانب المدنية، الإنسان، المواطن، جميع المواطنين في العراق. نعم. أنا باختصار شديد أنا أعتقد هذا التقرير اللي اعترض عليه السيد النائب الموقر المحترم الخزاعي، أنا أعتقد إحنا بطبيعة الحال إذا كنا ديمقراطيين نجب أن نستمع إلى رأي الشارع. نعم. الشعب شيريت، الشعب دي رفضة بغض النظر. إذا يعني هو اعتراض يقول انتم الاعلام شوهتم صوره هذا القانون والتعديلات، يعني والسبب انه انعكست على الشارع، انتقدنا بالبدايه حول هذا الموضوع. انا اقول أنا نعم، نحن نريد نسمع صوتك لان انت نائب داخل البرلمان وايضا لك راي. الاصح سيد الخزاعي والست هيفاء، انتم نقلتوا راي الشارع. نعم. انتم ما شوهتوا الحقيقه. الناس ايش تقول عبر الكاميرات مالتكم؟ ما نقلتوها. نعم. فاذا اكو اراء اخرى، الجماعه الاخوه المتحمسين لهذا القانون راح تجاوب استاذ خزاعي. اذا انتم المتحمسين لهذا القانون، عندكم ما شاء الله قنوات كثيره، اذا اكو راي مخالف وهو الاصح جيبوه للشارع خلي العالم تقتنع به. هذا اولا. ثانيا اكو مساله جدا مهمه، احنا اللي عانيناه ما عانيناه بسبب تفرقة مكونات الشعب العراقي، هذا سني، هذا شيعي. نعم. هذا مسيحي، هذا كلدو اشوري، هذا تركماني. احنا ما بحاجة الى انه نفرق المكونات الشعب العراقي. يعني انت تعتقد انه هذا القانون او تعديل هذا القانون راح يفرق الشعب العراقي؟ نعم، يكرس الطائفية. شلون يعني حددي نقاط، يعني شنو يعني السلبيات اللي بيه حتى نعم. نعم، يعني ليش بالضرورة عبر القانون نقنن انه يعني على سبيل المثال اذا بنيه شيعيه وسنيه راحوا تزوجوا، الرجال قال انا اريد اتزوج على طريق الشيعيه او المذهب الشيعي،
قرار نعم. شخصي بهذاك الوقت القضاء راح يمانع؟ ما راح يمانع، ولكن ان احنا نقنن هذا الموضوع بالقانون، هذا سني وهذا شيعي وهذا ما اعرف شنو، انا اعتقد هذا تقسيم للمكونات الشعب العراقي، هذا اولا. نعم. ثانيا اكو قضيه جدا مهمه ايضا اخرى. نعم. هي يعني يدخل رجال الدين بالقضاء. نعم. بحيث من خلال يعني اكو نص بهذا التعديلات انا مطلع عليها جيدا، يعني حق لرجل دين المفتي او ما يسمونه. نعم. بالمشرع ما فتشي من هذا القبيل، يحق له ان يعطي رساله الى القاضي والقاضي يمتثل للرساله لهذا المفتي او المشرع الشرعي او الديني. لكن هم يعني هم يعني عادي، يعني يقول لك انا اخلي هذه التفاصيل كلها بقانون والقانون يكون موجود يعني، ويعني يخدم كل المذاهب وشيء طبيعي. لا. يعني ليش هذه طجة؟ جيد، هذا هو رأيه، واحنا رأينا. نعم. رأينا انا رأيي مع رأي الشعب. نعم. اللي اغلبية دا يرفضونه، وخصوصا المرأة العراقية ترفضه، وهاي ست ناهد الدعيني ايضا هي الاخرى ترفضه. واذا هذا لا يعني اذا كنا احنا نرفض سيد خزاعي يريد هذا، يعني الاختلاف في الود لا يفسد القضية بدون أدنى شك. احنا نعم. كلياتنا بنشتغل من اجل الشعب. نعم. الشعب. خلينا نشوف راي السيد عامر الخزاعي. سيد عامر يعني هاي يعني نقطة هاي. بس مهمة جدا، يقول لك هذا القانون كارثة طائفية، انت ليش تجيب قانون مال احوال طائفية اولا؟ يعني احوال مدنية وانت تكرس طائفية. انا عندما اقول كل على نعم. بالعكس. نعم. ليش تقول هذا سني وهذا شيعي وهذا مسيحي وهذا صابئي؟ هذا التنوع. اقول هسه نستطيع ان نمنع الصابئ عندما يتزوج ان لا يذهب يتعمد بالماء؟ هذا سؤالي، جاوبوني عليه. لا بس القانون السابق ما يمنع. نعم. وخلينا نقع على القانون السابق. لا يعني احنا وين عندنا المشكله؟ مو بالزواج، اسمحوا لي، المشكله مو بالزواج نفسه، المشكله في الطلاق. نعم. المشكله في اعطاء في القانون السابق، في اعطاء القاضي حق التفريق. تاتي المراه تريد ان تفرق، زعلت ويزوجها. نعم. تجي تريد تفرق، تقول للقاضي، القاضي عنده صلاحية بأن يفرق. أختي الكريمة، هاي نقطة مهمة يعني. هاي مهمة، اسمحي لي حتى أنا أوضحها. نعم. جدا، والسامع هنا يسمع. هذه القضية من الناحية الشرعية، هذا التفريق ليس طلاقا، لم يقع الطلاق، يعني لا زالت المرأة برأس زوجها الأول، تذهب تتزوج، يصير عندها أطفال، أكو مشكلة مجتمعية حصلت نتيجة هذا القانون، ولذلك تجديد. يعني هاي نقطة ما نفهم يعني. طبعاً يعني شلون تتحدث؟ هاي مشكلة عظيمة. نعم. هاي مشكلة عظيمة في القانون الماضي، لأن ما هو. نعم. اللي ما يعرف الله. نعم. اللي قتل البشر، اللي سحقهم سواء بالمقابر الجماعية. لكن استاذ عامر، حتى بالقانون أو الفقه الجعفري. ايه؟ القاضي من حقه يطلق المرأة. لا، القاضي ما من حقه. الفقيه. أحسنت. ايه، الفقيه يطلق المرأة. أحسنتي. يعني نفس القاضي. لا نفس القانون. لا يعني أنت تدوقتنا. بالعكس. لا بالعكس. أنت تقول لك نساء مطلقات راح تزوجوا وزواجهم. بالفقه الجعفري أختي، بالفقه الجعفري يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أن يوكلها على طلاقها من نفسها، هي تكون وكيلتها على نفسها. بعد أكثر من هاي؟ هذا موجود، هذا بالقانون. نعم. نفسه بالتعديل. نعم. موجود هاي الفقرة. حتى بال يعني أيضا بالقضاء. بالقضاء أيضا يعني. ولذلك أبوها وكيلها وهي وكيلة نفسها. ليش الفقيه؟ ليش الفقيه؟ لأن عده في نقاط فقط، في نقاط قاهرة، خمس نقاط تقريبا قاهرة ما بها مجال أن تطلق المرأة فقط، لكن الصلاحية القانون هو لا التعديل. يعني هو مجرد تعديل. اسمح لي، الصلاحية يعني أن تعطى للقاضي لكي يفرق. نفس هاي النقاط موجودة عند القاضي، نفس صلاحيات القاضي. لا ما مدونة بالقانون. لا المشكلة يعني أنت تريد تدونها. يعني هذا التدوين شيء، وإعطاء الصلاحية شيء آخر. هي العصمة بيد الرجل في قضية الطلاق. وإذا ما طلقها شلون؟ يعني استاذ عامر، لا لا ما يعني أنت أكبل المرأة بالرجل؟ لا لا يعني ما أكبل. لا لا لا، لأن نقاط التكبيل اللي هن موجودات هن مذكورات متاحات، ذني النقاط متاحات للمرأة. حتى في القانون أقول عندما يكون في التعديل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن تكون وكيلته على نفسها في التطليق عند ما تأتي هذه الأسباب، لها الصلاحية أصلاً مو للقاضي. بس هذا موجود، هاي حرية. يعني راح تحد من الطلاق لو زيد الطلاق؟ لا ما زيد الطلاق، لا ما لها علاقة، ما لا تحيد ولا زيد. أنا أتكلم عن مفهوم هنا شرعي. إحنا نتكلم عن الدستور لولا
الدستور مو يقول عندنا لا نتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، ما جينا وجدنا في هذا القانون الأحوال الشخصية هناك يعني معارضة لثوابت الشريعة. تريدون تأسلمون كل القوانين؟ لا مو نؤسلم، لا لا مو نؤسلم، لا يتعارض، لا لا مو حتى المواطن يفهم. لا المواطن يفهم، أقول أنت فسري، عذرا أي لا لا أنت فسري لي، لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية. نعم هذه ثابتة الولاء. نعم تفضل ست ناهدة، خلي ست ناهدة يعني الموضوع. نعم. هذا الموضوع فضل. ظلم المرأة في موضوع الزواج والطلاق والأرث. نعم وإحنا تناقشنا بها هسه فيما يخص موضوع الأرث، يعني اليوم تطبيق القانون بهذه الحذافير راح يظلم المرأة كثيرا. اكو حريه اليوم، لكن كلش بالدستور موجود مكتوب، هم يريدون عمليين شنو نفس العمليين منو ما هو شنو هو اللي مطبق بالدستور اليوم. نعم. اليوم راح يصير باجتهادات، هذا القانون راح بيصير اجتهادات. نعم. خاصه نعم. انه اكو اجتهادات واكثر من جهه راح تتدخل عليه. نعم. بعدين تصريح لاحد اخواننا النواب من قال اليوم حكم الاغلبيه من حقهم يكون لهم قانون خاص بهم على اعتبار انه هذا القانون. العراق بلد متعدد الطوائف والقوميات، يجب حتى يعني احنا دعنا من الجهات الدوليه. لكن اليوم انا اسال اليوم فيما يخص الارث بالنسبه للمراه، فيما يخص حضانه الطفل بالنسبه للمراه، فيما يخص هذا القانون انطى اكثر من خيار بهذا الموضوع. لكن سيدي الناهدة يعني حكى كلام منطقي، يعني هذا الكلام ربما يثير استغراب كثير من الناس المطلقات بالذات النساء نتحدث. يقول ليش حتى اللي يطلقها القاضي يعني هي تعتبر ما مطلقه بحكم زوجها وتروح تتزوج وتخلف اولاد ثانيين، يعني هاي شلون ممكن نفسر هاي النقطه اللي تحدث عنها؟ يمكن نقطه مهمه جدا. المشكله وقعت الناس والمجتمع وقع في الشبهه التي حاول العلماء انقاذ الامه منها، لم يتم ذلك في ذلك الزمن. هذه مشكلة. هسه قانوننا هسه انا يوم راح اقعد عليك راح افرد علي، ليش تدخلون الناس بهاي الشبهة؟ لا مو ندخل، القانون ماشي والناس راضية عنه. هاليوم دخلتونا الدوامة والله العظيم حتى صار اكو شك يعني بالموضوع. ليش هسه هذا هو شك قائم؟ ليش هسه هذا القانون مو اسلامي؟ قانون اسلامي وعلى الشريعة الاسلامية انه المرأة من تطلق القانون اليوم الموجود وهناك عدة. يقول ليش اكو شك يعني؟ هناك يعني رؤسي بعد فيه هناك 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 عدة وراها. ليش انا اقول حتى هنا في هذا الجانب بالذات مو في كل المواد. انا اعيد الكلمه على الاستاذ جوزيف السيد نائب، لا بس اعيدها، يقول انا مدني انا رجل دوله. هو مو هذا ما له علاقه، رجل الدوله هنا مو معناها يترك امور الناس كل امور الناس. نعم. ولا معناها اكون رجال دين ورجال دوله، ماكو ازعاج. نعم. هذا كل تاريخ البشرية، كل النبوات، كل الأديان جاءت لتضع صورة معينة للناس. وإحنا كل الأيديولوجية الدينية والإسلامية بالذات قائمة على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والله سبحانه وتعالى هو المشرع. نعم. نحن لا نشرع قبال تشريع الخالق إلا وين؟ إلا في منطقة الفراغ. نعم. ولذلك المنطقة المدنية هي المنطقة الفراغ التي يشرع فيها المجتهد. هذا في ضوء القوانين الإسلامية. هنا عندنا قوانين ولذلك الفقرة الثانية في الدستور وليس حكي نائب بالبرلمان. ليش المادة اليوم بالدستور. بلد ديمقراطي متعدد يعني ما معقول بس حكي فقير. خلينا نحكي قانون. بس احنا بلد مسلم. نعم متنوع. لكن متنوع ومتعدد. متعدد مسلم. حتى المذاهب متنوعة اليوم، ما ينفرض مذهب معين على ولذلك ليس قانون مذهب معين على الجميع. لا ابدا، وليس في القانون فرض. هذا القانون اللي يصير ليس فيه فرض، صيغه على ما فرض بس صيغه خاصه. نعم. يختلف. نعم. اليوم يبقى الاجتهادات داخل الفقهاء والمقاضي. لا ليس فيه فرض. نعم. لا اجتهادات اصبحت. نعم. اجتهادات. نعم. اصبحت اجتهادات. خلينا ناخذ القانون ما بيه فرض، ما بيه اكراه، ما بيه الزام. هاي قضية. خلي نشوف سيد جوزيف، يعني تحدث لك نقطة مهمة جدا. يقول لك أنت تتحدث أنه أنت رجل دولة ورجل مدني، يعني سمعت حديث السيدة عامر الخزاعي، خلي نتحدث بكل صراحة، شنو الضير من هذا القانون؟ أنا يعني من قلت أنا مو رجل دين، رجل دولة ومدني. نعم فعلا أنا أكد مرة ثانية، أنا بمفهومي الدولة هذا ليس قانون، يعني نعم قوانين معينه. بس اسمحي لي على ما اوصل الرساله لو سمحتوا. تفضل. انا بمفهومي الدوله ليس لها ديانه، الدوله ليس لها ديانه، افراد الدوله لهم ديانه،
وبالتالي هم يتبعون الأديان، والدولة من واجبها حماية جميع هاي أفرادها بسن قوانين تتناسب الوضعية العامة. الأخوة نعم. الأخوة الدينيين نعم. والإسلاميين دوما يركزون على فقرة أولا لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية. لكن أستاذ جوزيف خلي قبل ما تكمل، أنتوا أيضا قبل فترة يعني المسيحيين خلي تحذف بكل صراحة هم كان عندكم نفس المشكلة مع الأحوال الشخصية يعني مع الحكومة لا يزال قائمة. هم اللي فرضوها علينا، هم اللي فرضوها علينا. شنو فرضوا عليه؟ فرضوا علينا أنه مثلا إذا كان أحد الغير مسلم عنده أطفال قاصرين واعتنق الإسلام أولاده يروحون يصيرون مسلمين. هاي ديمقراطية اللي نحكي بها؟ هي ألا يقول في الدين الإسلامي لا إكراه في الدين؟ يعني إذا صاروا مسيحي يصير ديمقراطية؟ لا طبعاً كل واحد لا عزيز خوش خلوا المسلمين أولادكم القاصرين خلوا يجون يصيرون مسيحيين. إذا زوج إيه؟ إذا أمهم مسيحية لا إذا إيه؟ إذا صاروا أبوهم مسيحي يجوز. لا 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 استاذ عامر لطفاً هو الحد لسنة 18 هذا الموضوع يعني خلي نعم خلي يتحدث يعني عندهم مشكلة يعني سنة 18 إحنا يجب أن نفصل بين الدين والدولة. الدولة أفراد متعددة مثل ما تفضلوا الإخوة، نعم ربما ذو أغلبية إسلامية ولكن متعددة الأديان عليه هذا القانون. خلينا نرجع لأصل القانون. هذا القانون القانون السابق اللي تحدث عنه لحتى عام 59 ما كان أكو أحد يعترض عليه، والناس ماشية ويتزوجون ويطلقون وإلى آخره. أنا أعتقد كثرة الطلاق مو بسبب هذا القانون، كثرة الطلاق بسبب الأوضاع الاجتماعية وكبت الناس وعدم يعني تعبير عن حريتها. أستاذ جوزيف يعني أستاذ عام وسيدة ناهدة خلي أتحدث بكل صراحة، ثلاثتكم كنواب ما أقنعتوني لا بشيء إيجابي ولا بشيء سلبي. شلون ممكن نقنع هذا المواطن هذا اليوم؟ أنت تقتنعين بكلامي ولا أنا راح أقول لك؟ أولاً مساوئ هذا القانون او السلبيات هذا القانون. نعم 1 2 3 حتى نضع المساوئ والايجابيات. اوكي اولا يقسم المجتمع العراقي الى نعم. سني شيعي نعم. مسيحي ما اعرف شنو هذا واحد نعم. احنا بحاجه الى نعم. الى الالتئام هذا اولا نعم. ثانيا نعم. ثانيا تفضل ثانيا موضوع الارث. انا من وجهه نظري الارث تفضل من وجهه نظري الانسان خلق المراه والرجل بسواسيه وهذا نعم. تؤكد عليه كل الاديان. نعم. ليش المرأة تأخذ ربع الإرث والرجال يأخذ ثلاثة أرباع؟ نعم. ثالثا ليش دائما احنا نبحث عن ذكورية المجتمع؟ نعم. دائما ذكر 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 يعني ذكر. نعم. بس ما يصير هذا نعم. يعني تكبير للحريات. نعم. ثالثا يدخل جانب التشريعي ويدخل في جانب القضائي، يعني هذه فصل احنا اعتمدنا على فصل السلطات. رجل دين ما يحق له يتدخل بقضايا نعم. القضاء ويدس قصقوصة نعم. على قول صاحبنا نعم. على مود نعم. نقاط مهم جدا نقاط نعم. يعني نقاط مهم جدا وضعنا النقاط السلبية من هذا الأستاذ يعني نقاط مهمة جدا سلبية يعني اليوم يتحدث نحن اليوم بلد ديمقراطي اليوم لازم ننطي حقوق المرأة. أنت المرأة راح تحرمها من الميراث اليوم راح تكرس الطائفية سني شيعي كردي سني شيعي مسيحي صابئي ثاني شغلة راح تخلي المجتمع يكون ذكوري مثل ما تحدث. رابعا تتدخل بجانب مهم جدا بالقضاء. أنت جاي تتدخل بالقضاء والتشريع يعني ما معقولة. لا اسمح لي هاي نقاط سلبية حطي نقاط الإيجابية هذه إيجابية هذه ما عندك إيجابية أقنعتني بها. لا المرأة والرجل الذي يتعبد الله سبحانه نعم. وتعالى هذا اللي يتعبد نعم. يقبل فضل. بأوامر الله سبحانه وتعالى نعم. يقبل بأنه الذكر مثل حظ الأنثيين كما أشار القرآن الكريم نعم. يعني يكون من جعلنا منكم شرعة أوامر الله عبر القرآن أوامر الله عبر الزبور عبر يا أوامر الله ولذلك نعم يعني كلام منطقي اسمح لي ولذلك كل الأديان تختلف في عملية طلاقها وزواجها في طقوسها الخاصة بها. هذه جزء من الحرية الشخصية. الشيء الوحيد هذا القانون هذا التعديل نعم. يتواءم مع المادة 2 ليست في فقرتها الأولى أنه
أنه لا تشريع ضد يخالف الشريعة الإسلامية، وإنما الفقرة الثانية أن لا تشريع يخالف الحقوق والحريات الشخصية. هذا ما هذا مع الحقوق. نعم. أنا حقي أنا أريد أتزوج على طريقتي الإسلامية. نعم. أنا من حقي لو مو من حقي كإنسان. من حقك. ومن حق الإنسان هاي. لا لا لا. لا عندي مشكلة. من أفرق لا عندي مشكلة. وضع الزواج والطلاق في حدوده الشرعية. نعم. يختلف. نعم. عن صياغات. نعم. القانونية. هنا المشكلة. نعم. عدم توافق القانون والشرع في قضية الزواج والطلاق هنا. نعم. وهذا اختلف في عام 59 كما قلت، وأضيف لها في بس قبل ما أنتقل للسيدة نايدة الدايني أريدك تجاوب نقطة السيد جوزيف أصليوة. قال لك أنت تتحدث عن الأرث وعن القوانين السماوية يعني اللي هي بالقرآن، هو يقول لك نحن يعني عندنا الزبر وعندنا ايضا التوراة وعندنا الانجيل، يعني خلي الي زبرة وتوراته وانجيله يعني وانا قراني خلي الي، وانت تخلي بالقانون لا حتى بالقانون الي زبرة وتوراته وانجيله والي قراني حتى بالقانون. هاي اللي اريدها انا، هاي حقوق الشخصيه. انا مسلم، انا مسلم. نعم. انا ولدت مسلما وساموت مسلما. نعم. اريد حقوق الشخصيه، اريد حقوق الشخصيه بالطريقه الاسلاميه، وهو حقوق الشخصيه بطريقه دينه. نعم. وهاي ما تختلف في تعايشنا، ما تختلف في تعايشنا في قضيه نحن مواطنه في كل ظروف الاخرى والحقوق المدنيه، لكن في قضيه الزواج، في قضيه احوال شخصيه، في قضيه عباديه ذات طابع شرعي، ذا طابع شرعي مرتبط بالعبادة. طيب. هاي بيها خصوصية دينية خصوصية. أستاذ عامر، أستاذ عامر لطفا أنا عندي سؤال، عندي سؤال. نعم تفضل. مو حسب أنت حسب كلامك على العين والرأس، هسا القرآن ما يقول لكم دينكم ولي ديني، ما يقول لا إكراه في الدين، لعد ليش فرضتوا الديانة الإسلامية على أطفال القاصرين يتبعون الإسلام؟ نعم. ليش؟ هذا مو مخالف للكلام اللي تقوله شنابك يا رجل؟ لا ما مخالف، مو هو القاصر بعد قلنا لسن 18 لحق، ولذلك لا اسمح لي لسن 18 ثم الى حق يقرر. لا 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 هذا هذا انا احنا هذا يخصنا واحنا نعرفه كل الزين. الماده تقول يتبع الاولاد القاصرون الديانه الاسلاميه في حال دخل احد الابوين في الاسلام، نقطه راس السطر خلاص. يعني بس قبل ما انتقل للسيده نهدى الداني، اذا تريدون تطبقون يعني القوانين الاسلاميه يعني يجوز يعني تفرضون الحجاب على كل المسلمات؟ لا مو اكراه في الدين، هاي هم شريعة. أكو فهم. لا هم شريعة. هو يعني أقول بلا زحمة، هذا القانون ليس إكراها، ليس فرضا. اللي يريد يتزوج واللي يريد يطلق على أي ملة خلي يتزوج يطلق. لا يصير فرض. أنا أقول لك. لا يصير بي مو فرض. يعني هم. لا بي لا اسمحي لي. يعني أطلع القانون هسه أقرأه. خلي أسأل السيدة نهدى. أقرأ فقرات ثلاث فقرات. نعم. أتمنى أطلع لي فقرة واحدة منه. ماشي. يلا. السيدة نهدى الداني يعني تحدث السيد صليوة يعني نقاط كان عنده اعتراض يعني سلبية، وتحدث السيد أيضا عامر الخزاعي قال لك أنا أريد أطبق الشريعة الإسلامية، يعني أنا حريتي إنه على نفسي على نفسي على نفسي في حياته في حياته. نعم. لا أنا بس وعلى الآخر أريد 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 سؤال السيد خضر الخزاعي، أنت سألتينا قبل شوية قلتي مع السيد عامر الخزاعي، أنت قلتي إنه ما قنعتوني، أنا اليوم أسأل. نعم. من ده أنا أريد نقاط يعني أنت خلالي نقاط. نعم. من ذكرنا إنه هذا قانون بعض فقراته تعديل بعض فقراته مبهمة. نعم. اليوم في ما يخص سن الزواج نقطة مهمة جدا، هذا أولا. ثانيا فيما يخص. نعم. الطلاق ومذاهب الطلاق وموافقة الزوجة أو عدم موافقة. نعم. الزوجة طلاق مهم جدا. ثالثا الأرث، زين المرأة اللي توفى زوجها قبل المرأة اللي توفى زوجها هي تورثه. اليوم في هذا القانون، في هذا القانون في حالة وفاة يعني أنه الزوجة انه هل انه في حال وفاة الزوج هل انه الزوجة راح تكون هي الوريثة الوحيدة او تاخذ فقط الشغلات اللي هي يعني متحركة او اللي يسجلها هي زوجها مشاركة اهل الزوج؟ لا هي مفصلة، شوفي اختي. نعم. مفصلة، هذا الارث موجود عند جميع. نعم. جميع الاديان هي مفصلة، حق المرأة وحق الاولاد وحق الاخوان والارث تنزلي من ما موجود واحد ينزل الى الاخر من الاقارب الى حتى الثلاثه. بس هذا غبن حق الزوجه لا ما غبن، الزوجه محدد لها في الارث، محدد لها. تدرين هذه الان وفق البرنامج. نعم. ما يسع نتكلم عن حيثيات شو اسمه لله الحكمه البالغه، احنا نقول ليش المراه كذا ليش المراه كذا. نعم. الايات تشير الى التساوي في مواطن
وتشير إلى بعض التفريقات في مواطن وتقول نعم. وليس الذكر كالأنثى لها حيثياتها ما نريد نعم. احنا نناقش الآن نعم. لكن بلا زحمة سيدنا أنا بس حتى عندي حتى نعطيها وقت يعني اليوم أنتم معترضين جملة وتفصيل على هذا القانون أو تعديل هذا القانون ما معترضه ما معترضه لا لا بالعكس معترضين جدا لا بالعكس ترى احنا بالعكس هذا القانون صراحة اقرأ وشوف برأي الشخصي وبرأي الناس اللي دي نشوفهم يعني هذا القانون هو قنبلة موقوتة اللي اي قنبلة موقوتة لأنه احنا قنبلة نووية موقوتة سدايني قنبلة نووية موقوتة تفضل يعني نعم هذا القانون راح يدخلنا في متاهات احنا في غنى عنها اليوم العراق منذ عام 2003 ولهذا نقول يا قوانين طبقت بحذافيرها اذا ما كلها فقراتها سائبة من الدستور فصاعدا اليوم هذا القانون راح يطبق باشكال متعددة راح يدخلون به فقهاء الدين راح يدخلون ما يدخلون نعم تفضلي كذا لا راح يدخلون به راح تدخل بمراجع راح تدخل بمراجعكم سواء كان السنية او الشيعية راح تدخل بمراجع لا 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 اقرا لكم صدقني نعم يعني اكو فقره بهذا المال سيد عامر اريد شويه اليوم اني اتحدث ويا فقيه وليس نائب لا لا اسمحي لي لا اسمحي لي قانون تعديل الاحوال الشخصيه هذا تعديل رقم 188 لسنة 59 هذه المادة يضاف ما يلي إلى آخر المادة الثانية من القانون هو نفس القانون باقي شنو اللي يضاف يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية نعم عذرا هذا للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه بس هاي وحدة مضافة تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة ألف من هذا البند عند إصدار قرارات نعم يعني المساعدة يعني نرجع إلى كلام السيد أن تتدخلون بالجانب التشريعي والقانون يعني هاي الفقرة يعني لا اسمح لي أنا أسأل سؤال يعني هذه الفقرة الثانية تحدث بها السيد لا أنا أسأل هو شلون يتزوج على أي طريقة نعم شلون يتزوج شلون يطلق على أي طريقة إن شاء الله ما يطلق نعم على أي طريقة نعم منو آني؟ نعم على أي طريقة أنا شو أطلق؟ لا لا مو أنت أنت يعني مو أنت فلان أستاذ جوزيف نفسه العفو ست التعديلات اللي راح تصير إحنا هذه عاديا أربع نقاط بس نتخوف من التعديلات الموجودة الموجودة ضمن هذه النقاط اللي راح تفصل داخل المحاكم وبين القوى بقوانين أخرى لا لا هو ليس هو فقط يسأل القاضي جاء يا بشي تريدون أنتم تفضل يكتب إلى الوقت وشي مثل اليوم خطاب بين وزارة ووزارة هسه وزارة التعليم تكتب إلى الصحة يجابوا لنا بكتاب يعني مخاوف سيد جوزيف من التدخل في الجانب التشريعي والقضائي التربية وحدة والتعليم وحدة بس المراجع هواية مراجع راح يصير اختلاف بالقانون كلش هواية فيما يخص الطلاق إيه مراجع دينية طبعا لا ماكو مراجع دينية يرجع إذا اختلفوا يرجع للمرجع الأعلى موجودة يرجع للمرجع الأعلى إذا اختلفوا في حال من المرجع الأعلى المرجع لا. من المرجع الأعلى؟ المرجع الأعلى بالنسبة للسنة المجلس الفقهي نعم. بالنسبة مختلفين السنة بيناتهم لا لا مجلس فقهي نعم. 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 والشيعة مختلفين لا ما قال قلنا إذا اختلاف إذا اختلف اسمحي لي يعني ليش تدخلنا بهاي الدوامة إحنا مقتنعين بالقانون وماشيين لا بس نروح نسوي الحرام اللي قلته قبل شوية حرام إيه بس يصير هذا يا حرام يصير تفريق والمرأة لا زالت هي غير مطلقة هي مفرقة بحكم الشرع وتروح تتزوج هذا يصير هذا يعني القاضي هذه مشكلة يعني عظيمة هاي مشكلة عظيمة هاي مشكلة يعني عظيمة سيد عامر دخلتنا الدوامة يعني ايه كنا نعرفها هاي لا حد احنا ليش نصور يعني الفقيه هم الى حق يفرق يعني انت تتحدث انه وهذا اليوم القاضي هم الى حق يفرق يعني شنو الفرق لا الفقيه شوفي الفقيه يعني هم احنا رجعنا نفس الكلام الفقيه عامل بالاحكام الشرعية فقط مسؤولية الأحكام الشرعية وهذه لأنها أحكام شرعية مو وضعية مدنية أيضا هذه مطابقة للأحكام الشرعية هذه هم أيضا مطابقة للأحكام الشرعية لا لو مطابقة خلص إحنا لو مطابقة ما صار بس خلال هذا التعديل بعض المراجع يحللون أكثر من جواب نعم خلي يتحدث السيد من خلال تفضل استاذ كثيرة نقاط مطابقة كثيرة نعم خلي تفضل استاذ جوزيف تفضل استاذ اسمحوا لي تفضل القانون الجعفري اللي تلقى رفض قاطع من قبل الشعب العراقي يا ابو الشعب العراقي رجاء اذا في واحد يتكلم هالشعب العراقي بهالطريقه نعم. آه لا 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 الشعب وتقول بالشعب نعم نعم لا قول انا ارفض ايه نعم ادعي الشعب العراقي رفضه لا هذا رفضه هاي بطلوا مال الشعب ارجوك لا دقيقه اقول لك لا هسه مال الشعب بطلوها نحكي احنا نواب انت ممثل لفئه من الشعب
تفضل اتكلم. اما الشعب العراقي هاي الطريقه مطلوبه ارجوك. استاذ عامر هسه بالقانون مستلمنا سلاح املاك وهنا هم تسلمني سلاح املاك تخليني احكي. نعم تفضل استاذ جدي. احنا هم نصير دكتاتوري براسي. نعم استبدادي شلون هسه. تفضل استاذ جدي تفضل. الشعب العراقي من طلعوا بمظاهرات ورفضوا قانون الجعفري وصار انسحب من مجلس النواب العراقي. انا اقول لكم هذا قانون الجعفري بطريقه اخرى. نعم. من قلت لك ما حد انسحب والله لا انسحب القانون وما موجود والاسبوع الجاي. نعم. وراه اجيبه اخليه بالش اسمه قلت لك موجود يعني حسب الوصول. وإذا انت تتجازى انت تنجاز ويا الشعب العراقي ما ليش الا تريدون تنفضون. هذا قانون الجعفري بطريقه اخرى. واكو نقطه جدا مهمه شوفوا القانون بألاعيب يعني. نعم. علم القانون ده اقول هنا انا اقصد. نعم. علم القانون بألاعيب كلش خطيره جدا. نحن قاعد تساله سؤال مهم جدا استاذ جوزيف. قل له انه الزواج المؤقت هم راح يصدرون به قانون او تعديل او ربما يقترحون او يشرعوه؟ اساله هاي سؤال اريده منك انت تفضل. احنا ذكرنا مذاهبك زواج المسيار والزواج المؤقت. نعم. وما يعني انا اعتقد هاي ما بيها شيء اذا تصار اشياء على قوانين افضل. احنا لا صدقيني يعني هو نعم يقول لك ما بيها يعني اذا تصار الاشياء الى قوانين ويتفق الناس بها وحاله شرعيه لكن صارت بقانون وش المشكله؟ نعم. اذا هذا القانون اللي انت تتحدث عنه واحد يرغب وواحد ما يرغب فمره فالقانون. نعم. غير ملزم يا اخوان. نعم. اخوان القانون. نعم. غير ملزم. نعم. يعني باكر الزواج المؤقت اذا شرع له قانون هو ما يلزم الجميع يلزم من يلتزم به. عامر هذا القانون يرجع المراه للعبوديه. اسمحوا والله رجع للعبوديه. اي لا مو هذا يرجع للعبوديه في موضوع في موضوع يعني تقصد القانون الجعفري؟ طبعا شفت القانون. لا مو شايفته وقارئ فقراته. بس انا من اقول لك اكو راح يصير يشعب القانون على المذاهب اذا كانت سنيه او شيعيه. اكو حد تصور تحليل المحللين هو القاضي يحكم وين بالنصوص مو بالتحاليل. انتوا ما راح تخلوها بس على القانون وتدخلون القانون. لا تدخلون النصوص القانوني. هنا القاضي فقط يابا انتم تريدون يا طريقه احنا دين الطريقه الشيعيه يكتب الوقت الشيعي يجاوبه انت تريد الطريقه. نعم. استاذ عامر لطفا انا قبل شويه قلت القوانين علم القانون بألاعيب كل شوية وأنتوا تستندون على هاي الألاعيب حقيقة. أنت تقصد الألاعيب اللي موجودة؟ نعم هذا القانون. هذا القانون هذا القانون هذا القانون يدخلون به الفقهاء. يدخلون به فقهاء ويدخل به نصوص دينية تفاصيل. مثل ما تفضل السيدة ناهدة الدايني النوب تعال يا مذهب كل 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 دين عنده ما اعرف كيف 30 مذهب. ليش تدخلونا يعني بهاي المتاهات هذه؟ تقهرون العالم على حاله لا شرعيه. زين ما متحمس لك ما شرعيه. اسالك استاذ جوزيف يقول لك المرأة اجوا ناس مو شرعيين. نعم. في البلد حسنا. نعم. دقيقه يعني النقطه يقول لك احنا بالمذهب مالنا اكو نساء تتطلق وما يعني وتروح تتزوج بس هذا ولذلك هذا شنو يعني متطلق وتتزوج مو قانوني ما اعرف يعني انت دوختنا استاذ يعني دوختنا دخلت قانون اللي تجي عليه هذا بقول لك هذا لاعب القانونيه. احنا بالشيعه مو يقولوا لي راح عقدت عقد السيد لو لا يقدر وحتى السنه يعقد عقد السيد يرحم والديك. نعم. ليش؟ نعم. هاي ما سالتي بها؟ يعني هذا عادات قديمه يعني هذا ضمان الشرع مو هذا شرع ضمان الشرع طبعا أحسنتي. هي عادات قديمه ضمان الشرع هذا اللي اريده امني هذا بس هذا الشيء حتى بعد السني وايضا المسيحي وحي المقاصد حتى يقدر 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 كله من خلال يعني القانون القاضي يابا انت شيء القانون المدني يضمن الحقوق الفرد. احسنتي احسنتي هو هنا هذا القانون المدني. تفضل استاذ جوزيف لا تفضل استاذ جوزيف استبدادين بحقي انا. لا تفضل استاذ جوزيف استاذ عامر مويس تفضل استبدادين بحقي انت يا رجل تفضل الك. انا اريد اسال سؤال هسا انت تعتقدون انه هذا قانون من اجل خدمه الشعب العراقي والشعب العراقي ده يرفضه بشكل او باخر الاغلبيه هسا مو الـ 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 الاهم احنا نتعارك على سن قانون النفط والغاز قانون الضمانات الاجتماعيه قانون الخدمه الانسانيه
قوانين أخرى تنظم حياتنا كمواطنين عراقيين. يريدون يضمنون يعني الشريعة يعني بالزواج والطلاق يعني هذا الاتحاد. يعني إحنا هي مضمونة مضمونة. أحد قال لك تعال تزوج على طريق اليهودية يا رجل؟ قلت لك تعال تزوج على طريقة المسيحية. لا 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 تقول لي تعال تفرق على غير الطريقة الإسلامية. تقول لي تعال تفرق لا على غير الطريقة الإسلامية. هسه أنت تركت المساوئ الأخرى اللي هي بعبارة مثل ما وصفتها عبارة قنبلة نووية موقوتة. شو القصة؟ بنية 9 سنوات تزوج شلون؟ منو قايل هاي الافتراءات كافية. هاي الافتراءات كافية. مو افتراء. لا هاي الافتراءات كافية. لا حد لا موجود هذا القانون. موجودة. هذا القانون. موجودة بالفقه الجعفري. موجودة بالفقه الجعفري. احنا القاضي على الناس. نعم. القاضي بالناس مو بالفقه. ونحن نتحدث هسه على الفقه يعني والشريعة. يعني ما نريد فقه وشريعة. نتكلم عن تعديل القانون. بالقاضي. نتكلم عن تعديل القانون. هذيك الأهل ذاك أبوها موجود وهي عمرها 9 سنوات وهم موجودة وأهلها موجودين. أكو واحد جابرهم على أن يطن 9 سنوات. الأغلبية ترفض. بغض النظر الأغلبية ترفض هذا القانون. علينا أن نسمع إلى الشعب العراقي. نعم. علينا أن نسمع إلى الشعب العراقي. الشعب العراقي ممثل بنوابه الذين يصوتون على القانون. نعم استاذ اذا خلص الوقت بس على اي قانون ده تعترض تقول هذا القانون بمخالفات شرعيه؟ نعم. قانون المدني حدث من يتحمل مسؤوليته؟ نعم قانون المدني يتحمل مسؤوليته. اكو جهات شرعته واكو دوله شرعته. نعم استاذ عامر خلص الوقت. تلك الدوله التي شرعت القانون. استاذ عامر خلص الوقت. خلصنا من تلك الدوله الطاغوتيه التي شرعت القوانين اللي ما تعتقد بالدين ولا ترقب في مسلم انه ولا دين. استاذ عامر اي اختم الله اكبر يا رجل شو ما كان عنده دين. لا ممتاز دين هو اللي كتب على عامر. بس اريد اعرف انتم دوله القانون أكبر. مقتنعين بهذا القانون طبعا وراح تمشوه؟ ايه يعني راح يمشي بلا شك وراح نعارضه. نعم وراح نعارضه. نعم. يعني وراح نعارضه دوله نعم دوله القانون مقتنعه بهذا القانون وراح تمشيه. واريد بس اسال سؤال لان الوقت خلص. اريد بس الزواجات اللي يعني هسه تتم بالمحاكم هاي شرعيه لو مو شرعيه؟ الزواجات ما بيها مشكله بس الطلاقات هذه حتى الناس تعرفها. بالختام اشكر ضيوفي وعندي كلمه. عفنا كل مشاكل العراق ومعاناه الاطفال والارامل واجينا نحل لازم سالفه زواج القاصرات. شنو الداعي لها؟ لا هاي نحن بحديثنا هذا بحديثنا زواج القاصرات. نعم زواجنا زواج القاصرات. نعم يعني بدنا نعرف شنو الداعي من هاي القوانين. شنو الداعي من هاي القوانين؟ يعني شفتوا الشارع العراقي يعاني مثلا من القانون القديم يعاني الشارع؟ تدليس بالكلام. لا ما اريده. نعم مو تدليس بس بدنا نعرف الشارع. بس شفنا قاصرات طلعوا مظاهرات يريدون يتزوجون؟ لان هسه اليوم يقولون 9 سنوات. لا يقولون شفت يقولون انا طلع ليش القانون هذا؟ قانون الجعفري. لا نعم يعني اتمنى يسوون قانون للمتسولين وللقاصرات اللي بالشارع اللي تايسه الشارع. بالختام اشكر ضيوفي ونتمنى نشوفكم في حلقه ثانيه. الى اللقاء.